عندنا كمان فراخ هتتعمل بالبطاطس والثوم، عندي معلقتين كبار زبدة، نص كيلو وراك بالعظم والجلد بتاعهم، معلقة صغيرة بابريكا، معلقتين صغيرين بهارات إيطالي، كل ده من عند العطار، كوبايتين بطاطس متقطعة مكعبات، أربع فصوص ثوم مفرومين، حبيتين طماطم مفرومين، كوباية من السبانخ الفريش، اللي ما عندوش هيستخدم مجمد وهيعصر من المية كويس جدا، معلقة صغيرة فلفل أحمر مجفف، كوباية من المرقة أو المية، نص كوباية لبن، نص كوباية كريمة، ملح وفلفل، وكوباية جبنة بارميجان إذا حبيتوا. لو ما حبيتوش تقدروا تستبدلوها بالموتزاريلا أو التشادر أو الفلامنكا أو أي حاجة تانية متوفرة عندكم. بسم الله نبدأ. هحط طبعا مسخنة طبعا كالعادة يعني الطاسة أو الحلة اللي أنا هشتغل فيها كويس جدا. هحط الأول معلقتين الزيت وبعدين الزبدة. ماشي أمين. يلا وزبدة، يبقى زيت وزبدة، سلام، زيت وزبدة على الفراخ، ملح، فلفل اسود، بهارات ايطالي، بابريكا، في الزيت فصوص الثوم، بحطينا على النار الزيت والزبدة، هننزل عليهم فصوص الثوم، هننزل عليهم الشطة، وهننزل عليهم الفراخ اللي احنا اديناها التتبيله. كانت ايه التتبيله؟ ملح وفلفل، بابريكا، بهارات ايطالي. هنزل على الناحيه اللي فيها الجلد الاول اللي هي الناحيه اللي انا تبلتها. وبعدين هقوم بقى ايه قبل ما انسى متبله الناحيه الثانيه. ملح، فلفل اسود، بابريكا، بهارات ايطالي، وفي الحله في زيت وزبده وفي فصوص ثوم صحيحه وفي شطه. ادي الفراخ يا جماعه، بصوا بقى اللون يا استاذ حلواني، بصوا اللون عامل ازاي اهو من الناحيتين، لكن الفراخ ما استوتش. هطلع على الطبق ونزل مكانها البطاطس. نزلنا البطاطس، اخدنا التشويحتين طماطم، وبعدين السبانخ بايدي، تشويحة، انزل باللبن. نزلنا يا جماعه اللبن والكريمه، واميره معانا على التليفون. على احنا حطينا اول حاجه زيت وزبده، نزلنا فيهم فصوص الثوم والشطه، نزلنا عليهم الفراخ اللي تبلناها بالملح والفلفل البابريكا والبهارات الايطالي، ادينا تشويحتين، رفعنا، نزلنا البطاطس شوحنا، نزلنا الطماطم، نزلنا السبانخ شوحنا، وبعدين ادينا اللبن والكريمه. ندي بقى التتبيله بتاعه الخضار ده، لان انا التتبيله اللي حطيتها كافيه للفراخ بس، يبقى بابريكا، بهارات ايطالي، ملح، فلفل اسود، وقلب تقليبه محترمه. وهرجع تاني الفراخ يا مريم. ايوه لو امينه، ازاي حضرتك؟ ازيك يا حبيبتي، عامله ايه؟ انا بتفرج عليكي من زمان وبحب كل حاجات حضرتك. ربنا يخليكي حبيبتي، ده شرف ليا. اتفضلي يا مريم. اوكي، معايا الشوربه ما استخدمتهاش لسه، لاني حاسه ان كميه السائل مظبوطه، فمش محتاجه الشوربه دلوقتي، لكن هخليها جنبي وقت اللزوم. الجبنه كمان هخليها معايا لان دي هستخدمها في الوش، تزيين في الاخر، وطبعا هي هتسيح لاني هحطها والفراخ سخنه، ريحتها حلوه جدا، وهتاخد سواها للاخر خلاص لحد ما تستوي هي والبطاطس وهنقدمها. فخلاص دي مش محتاجه مننا اي حاجه، فهنجيبها على نار اهدى